مرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامج أدرينالين. حلقتنا اليوم استثنائية، توجهنا بكم إلى شبه الجزيرة العربية في تقرير مع الفيلم ميكر اليمني رايد مريش، والانترفيو الحصري مع الرابر السعودي كلاش، وختام حلقتنا مع 16 بار مع كلاش. مرحبتين بكم في الحلقة 11 من السيزون الثاني من أدرينالين. شو الأخبار وش الجو وش الأمور؟ الحمد لله تمام، كيف حالك؟ طعمك هيك أنت فاهم، والله نحكو بلهجة نافة ونحكو بيها نحن اثنين أحسن. خلينا مصري خلينا مصري عشان كل الناس. خلاص حلو زي الفل، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. ايه الأخبار؟ الحمد لله. رايد، البداية كانت ازاي معك؟ أنا ليه كذا بداية، على حسب بداية التصوير ولا نبتدي ويب ديزاين ولا بص نبتدي ديزاين. أنت ابتديت ديزاين وما شاء الله عندك مسيرة كبيرة مع المنتديات. يعني انت من الناس اللي كنت من بدايه المنتديات عربيا، من اهم المنتديات اللي كانت الفتره دي. احكي لنا على البدايه دي، كيف كانت بدايه المنتديات؟ يعني بدايتك كديزاين هو مثلاً. كجرافيك ديزاين انا كنت بعمل الستايل بتاع المنتديات بتاع المنتدى يعني الراب العربي. ففي كذا موقع يعني عملت له الديزاين بتاعه، فبدات كل حد بيجي يفتح منتدى عربي بيطلب الستايل من رايد، فكنت بحط دائما اللوجو تحت وركز في الموضوع ده. بالنسبة للناس اللي كانت مدمنة منتديات، شو كان اسمك في الفترة دي؟ ريبل. كلهم يعرفوه. ريبل. ريبل. ريبل، وكان زمان يعني ممكن لقبله كمان كان زي OO underscore رائد underscore OO تاني مش عارف ليه، بس هو كان كده يعني كان موجود بشكل مزخرف يعني. حلو، هذه كانت من الحاجات الجديدة في الوقت ذاك يعني. أيوة، المنتديات كده اللي كانت مكتسح كأنها سوشيال ميديا حاليا. أوكي. يعني في السوشيال ميديا حاليا لو سناب شات وإنستغرام وفيسبوك وغيره ويوتيوب. طبعا احنا بس كان منتديات. بعد كده ابتديت بقى في الجرافيك ديزاين انا بدات في الجرافيك ديزاين، بعدين دخلت في الويب ديزاين. الويب ديزاين ده يعني كنت ويب ديزاينر للمنتديات وعامل المجلات اللي هي جمله ومش عارف ايه. كانت زي كده يعني. اوكي، بعد كده اتجهت للتصوير. التصوير بدا معايا كان انا كنت بصور حفلات الرابرز حاجه كده مع عند ام سي امين اريبيان نايتس عرب ليج عامه، اي حفله كردي اي حد قديم كنت بروح الحفله. مصر يعني؟ ايوه، هو ابتدى في مصر طبعا لان انا كبرت هنا اصلا. مخالطتك بالهيب هوب سين المصري كيف جت؟ انا اصلا مش هقول لك زي بقيه الناس، ان انا بدات اسمع توباك وبيجي ومش عارف مين، لا كان في واحد صاحبي في المدرسه بيجيب شرايط من نيويورك اللي هي بتاع اللي لسه كاسيت كده. واول ما بدانا بدا امينيم شو دي 12 مش عارف ايه. اوكي، فاهم دي 12 وولد مش عارف يعني كذا. ما بداتش زي الاولد سكول بقى بيج ال مش عارف، ما بداتش بالناس دي خالص. انا زيك بعدين عرفت بقى، عرفت ان في ناس ثانيه بتغني وفي ومين توباك ده اللي كنت بشوفه دايما في الصور، وما كنتش اعرف الحاجات دي. ما كنتش اتوقع طبعا في يوم من الايام انك انت تشتغل شيء لامينيم اصلا. مستحيل، لا الى الان اصلا مش الى الان اصلا الموضوع. البروجكت كيف جاء بين يعني امينيم في سنوب دوغ سنوب، انت حكيت مع سنوب. الموضوع يعني هو يعني الموضوع كله مع فريدريك. فريدريك اللي هو البروديوسر مع افتر ماث، بس هو كان في قبله انا عملت فيديو كده من نفسي. عملت ليركس فيديو لامينيم من البوم كان منزله اسمها بيرزيرك. عملته كده مع نفسي يعني. اوكي، فتعبت فيها شويه، قعدت فيها يمكن 4 ايام وحاجه، ونزلتها لقيت الفيديو انتشر في كل المنتديات بتاعت الستاندز اللي هم بيحبوا امينيم. المنتدى بتاع امينيم كان حتى هو كان 2012 تقريبا 2013، لسه ما فيش الانتشار القوي بتاع السوشيال ميديا اصلا. تعتبر تو من اقوى الناس اللي موجوده على الساحه تعمل في الليريك فيديو. كيف جت فكره الليريك فيديو؟ هو كان تحدي كان تحدي بيني وبين واحد صاحبي يعني. أوكي. انه هو شاف الليريك فيديو كان عادي شويه، وانا قلت له انا اقدر اعمل زي ده ويمكن احسن. فالموضوع جه بقى ازاي، ان انا اصلا اوريدي ديزاينر وبعرف اصمم.
اوكي فاهم قصدي؟ فبعمل جرافيكس، فدورت على برنامج يحرك التصميم ده احركه ازاي. فتعلمت الانيميشن والانيميتد بقى ازاي احرك الحاجه دي على افتر افكتس. حلو. فعملت فيديو، اول فيديو كان مع اي موني وكيلا وياسر عفريت الكلام. شيء ثاني، انت من الناس اللي ما درسش سينما؟ لا. يوتيوب سورس؟ كيف هل نقدر نرشحه ان هي ممكن عينك ان هي متشبع الفيجن بتاعك متشبع اكثر، فانت الى حد ما تحاول انك انت تصنع فيلم من انت نفسك؟ انا تعلمت موضوع الالوان وموضوع الجرافيكس اصلا، الجرافيك اللي هو يعني لما اجي اعمل ديزاينات وتصاميم وكده، فبدات عارف ان اللون الاحمر لايق مع اللون الكذا، اللون فالموضوع بقى الوان وذوق وايه اللي ليه مع ايه وكده يعني. اوكي. فبعدين دخلت بقى في موضوع اللي هو الجرافيك ده اللي هو الليكس فيديوز يعني. كويس. رايد، في شيء اخر؟ انت ما شاء الله المسيره بتاعك يعني لحد ما مليانه، والسي في مش سي في سهل. انت من اهم الناس اللي موجوده في ساحه الخليج في الفيديو كليب ومن فتره قديمه يعني، انت بتعتبر من اوائل الناس. فكره اتجاهك للخليج كيف يعني اول ناس اشتغلت معاهم؟ ثقه الرابرز في الساحه الخليجيه؟ كيف شايف الموضوع؟ اول فيديو يعني بداته في الخليج يعني كان مايدوم لكلاش للويسكوت جيز، كان اسمه مايدوم. اوكي. ده انا كنت هنا لسه يعني، انا حابب اصلا اعيش في مصر وحابب ان انا قاعد هنا. بعدين قابلت بازوكا، اللي هو بازوكا اخو كلاش، نزل معاه هارد ديسك في الفوتج بتاعت مايدوم، لان هم ما عرفوش يمنتجوه هناك، والايديت ما عجبهمش وكده. في انترفيو لكلاش كان يحكي على نفس القصه هذه، ان بازوكا سافر. ايوه. وقعدنا احنا قعدنا في البيت نمنتج فيه، يمكن قعدنا فيه يومين او حاجه، وبعد كده انبسطنا يعني. بس احنا قعدنا نمنتج فيه وسافر نزله وعجب الناس كلها. اول مره قابل كلاش كان 2009 و2010 في مصر. في مصر. بعدها اشتغلتوا مع بعض كم شيء؟ لا كده لسه اصلا ما اشتغلناش. حتى مايدوم ما كانش نزل. ولا في اصلا فيديو ولا في اي حاجه. انا قابلته كانه انا برضو انا واحد من الفانز عادي يعني. اوكي. يعني من الناس اللي بتسمع كلاش، بتسمع كل الناس، لان بدات اسمع كل الناس بعد يعني الاحتكاك بالمنتجات كلها بتاعت الراب اصلا. فعرفت كل الفكلاش كان من الكبار يعني اللي وقتها، ولغايه دلوقتي هو برضو محافظ على المكانه دي. حلو. ايه هي الخطه المستقبليه بتاع رائد الفتره الجايه، او ايه مشاريع رائد الفتره الجايه؟ انا حاليا اوريدي شغال في كذا فيديو. انا بدات خلاص التارجت بتاعي ان انا اشتغل فيديوز، مش مهم بتنزل امتى بقى يعني، شغال فيديوز كتير. فتقريبا دلوقتي يعني ممكن في 15 فيديو في الايديت، فاهم؟ لا 12. فهو زي كده، وكل بلد بقى بروحها بعمل فيها يعني، بحاول ان اشتغل فيها. ما حابش اروح مثلا ازور مكان بس اتبسط واخرج، لا لازم ادور على الارتس وكده عشان نشتغل على الرابرز. مش بس راب على فكره يعني، انا برضو مع كل مع اي باند عادي. اوكي. عاده لما يجي الرايد تراك، ومفروض انك تراك هذا حتشتغله فيديو كليب، شنو الخطوات اللي ياخذ فيها الرايد عشان يشتغل فيديو كليب؟ انا بسمع التراك واشوف اصلا هل الرابر عنده فكره في دماغه ولا قال لي ولا مسلمني كل الموضوع. فاسمع ستايل البيت، واسمع التيمبو سريع ولا لا. فبقرر يعني ممكن يكون دارك، يكون تنطيط بقى، وفي حاجات ما بنلاقيش عليها اصلا فكره، بيكون بس هارد كور، بيكون هو الموضوع بشكل عام، فبناخدها ان بيفورمينج قدام الكاميرا بس. من الفنانين او الرابرز اللي انت ما تعاملتش معاهم وتتمنى انك انت تشتغل معاهم؟ والله كتير. عاد مين ولا مين؟ عاد اول واحد على طول في القائمه مسلم يعني، فاهم؟ مين كمان مش عارف. حمورابي كان من الناس دي، بس خلاص جه مصر هو اللي ساعدني في الوقت. خلاص بقيت مع، ولسه انا رايح له فرنسا برضه، هنقعد ندور هناك. انا برضه في برضه موضوع اوروبا ده برضه يعني، في المانيا في ماردر ايز، اكيد هقابله واكيد هتعرف على الفنانين هناك، فلازم اخد لي 5-6 كليبات لازم. حل. كل بلده بقى اروحها. سويسرا لسه مش عارف، ما هي الاساس اللي راح الاول يعني. رائد ما حطش في دماغه انه في يوم من الايام انه ممكن يدرس؟
هو الدراسه تاخد وقت وانا قاعد شغال اوريدي اصلا فمش بس هي الدراسه هتخليك يعني متعمق اكتر في وهتفهم حاجات اكتر وتفهم بقى الزوايا ولو لو هي لو انجل فبيعلمك حاجات اكتر يعني طبعا لا لا أكتر والتاريخ بقى مين اقوى الناس ومين تدرس مين شخصيات مخرجين مشهورين زي كده يعني فهي الدراسه عباره عن كده يعني فانت أوكي. عندك الموهبه فلازم تكبرها اكتر بالدراسه انا لغايه دلوقتي ما درستش كله يوتيوب مثلا وكده يعني فاهم رائد في الهيب هوب سين في العالم من اكثر رابر يشد فيك ملهم مين امينيم طبعا لانه بقول لك انا كبرت من بدايتي وانا بس على طول عرفت بيها يعني عرفت ايه من ده امينيم شو اول حاجه سمعتها حد بيغني على بيته تقريبا اتعلمت انجليزي منه اصلا كنت لازم ادور على الليركس واشوف بقول ايه يوم اللي فريدريك اتصل بيك وقال لك انت اللي هتخدم الليركس فيديو بتاع كينجز نيفر داي لا هو بس كينجز نيفر داي جاي عن طريق شيدي ريكورد شيدي ريكورد اه لان انا لما عملت الفيديو بتاع برزيرك اتشهر هو فريدريك زبطني في حاجات تانية يعني مع سنوب مع امينيم مع غيره أوكي. بس في بعدين كينجز نيفر داي لكن كينجز نيفر داي او مثلا فيديوهات بتاعت دي 12 او غيرهم في نفس الشركه كانت عن طريق شيدي ريكورد اه يعني كان عن طريقهم عشان انا الفيديو بتاع شهر بتاع امينيم اللي اوريدي عملته لوحدي من غير حد ما يقول لي اوكي فلما لقيته اتشهر في المنتديات فجابوني انا كان بس طبعا هو الموضوع ما بحسش انه رسمي يعني انا شغال معهم اونلاين فاهم بس اوكي اوريدي نزلت في الشانل الرسمي بعدين الموضوع الرسمي بقى اللي هو بتاع فريمد ده اللي كان مع فريدريك وكان معايا رسام فالله يسامحه بقى هو اللي خلاني اتاخر في موضوع تسليم الفيديو ده لان احنا خدنا الفيدباك بتاع امينيم فادانا فكره فعملناها بس فيدباك دايركت من اه طبعا ما هو اصلا فريدريك خلاص مظبطنا اوريدي الموضوع فلما تاخد منه التعديلات منه خلاص هو عجبه ولا يقول لك لا ايه ده شيله يعني مش عايزين الفيديو ده فانا اخذت الفكره من بعض التعديلات من يعني خدناها من امينيم دارك نوتس كان الحته دي هات فيها انا ثلاث شخصيات مارشال وسليم وامينيم زي كده بقى. خلينا نتفرج على البلاي ليست سوا ونشوفوا حكايه كل فيديو فيه بس ده كتير قوي يا مان عادي نختار افضل حاجه اختار انا عشان انت ما تجيتش فيه خلاص تمام اوكي حبيبي حلقتنا اليوم معنا واحد من أعمدة الراب الخليجي ورابر حط الأساس للساحة السعودية زي ما يقولوا عليه الجمهور على الراب فرض اسمه بقوة وبرز في وقت صعب اليوم معنا الرابر السعودي محمد الغامدي كلاش كلاش الحمد لله على السلامة الله يسلمك مرحبتين بيك في تونس الله يسلمك نتمنى زيارتك تكون ليبيا في أقرب وقت بصراحة إن شاء الله حلقتنا اليوم عليها العين من الوطن العربي تقريبا كله خاصة بعد الأحداث الأخيرة اللي صارت السين العربي ملتهب الفترة هذه في الانترفيو هذا مش هنحكو نفس الانترفيوات اللي انت درتها من قبل الأسئلة تقريبا الناس كلها لو حتدور على إجابتها هتلقى يعني أمتى بدأ كلاش ممكن نأخذوها بس بحكم أن نحن انترفيو لازم نحكو روس أقلم نعم مبدئيا مرحبتين بك في أدرينالين حياك الله وإن شاء الله تكون حلقة نار إن شاء الله أيوة أنا كلاش العراب إن عرفت عند الناس إني فتحت هذا الباب أيوة باب الراب والإبداع الثاني جيب الإقناع تستكل النخاع أيوة
بين الحلال والحرام لا ألقى واحد يتفلسف يحسسني إنه إمام. أيوه من يومي أتعس يا حديد في طريقي وهم يدروا قالوا أعداء كثار يا شيخ خليهم يسروا ترى في ميزان الرجال كل اللي قدروا قدر أي واحد فيهم إني أعتلي ظهره أقدم أعدائي كما توكب الفرس أجلد أدبارهم جلد كالأسد إذا افترس غضنفة مني الكرب منهم الفرق كأني عمهم صدام أطوهم بيدي الضرب سطري عليهم سيف ماضي هذول بهايم ما تنوكل أقط فلوسهم على الفاضي قدامي كلهم ضعاف قاعدة جز روسهم في الساحة كأنهم خراف صارم مضروباتهم مني يفروا والبقية ما حد قرب إلا رجعوا ذا وقت ضروا شوفوا قري كيف تدمر في الجك انحط والفتحة وشروته في الشوارع يشوفوا حط داعس كل الخونه اللي كان خيري عليهم أصفيهم دون رحمة عدل أخلص عليهم. هل أنت قد التحدي وقد عهدي بيك أنك أنت شخص ممكن أجوبتك مفروض تكون إلى حد ما صريحة إن شاء الله إلى حد ما مفروض تكون مستفز. شوف أنا مش مستفز ولا أنا عفوي أوكي. فلما أتكلم يعني إذا بجاوب وبنسأل يعني بنظام إنه نفس نظامك ما بتقول لحد الأسئلة قبل فأنت حتأخذ مني الأسئلة أجوبة عفوية جدا. لا أنا أصلا يهمني الرياكشن أكثر من يهمني. أنا ما عنديش مشكلة أنا أعطيك الأسئلة بس الأسئلة حتجيب أسئلة فهيكي هيكي حتطلع لك أسئلة تمام. تلقى شيبان في التي في بدون أسنان مع شبان يرقصوا رقص نسوان والفنان من وجهه تعرف إنه تعبان يطلع لنا واحد الميك اب في وجهه مليان ما أقدر أسمي رجل بس هذا إعلام خبيث يفرضهم لنا قدوة يبغى الشعب يصير. ليش راب يا كلاش؟ أنا من الناس اللي تؤمن إنه الميوزك أو اللون اللي يسمعه الإنسان يأثر في شخصيته. أنا يعني أشوف هذا الشيء بكثرة فألاحظ الناس اللي تحب الأغاني الرومانسية يكونوا كذا قلوبهم رهيفة من جد والله من غير ضحك من جد أتكلم قلوبهم رهيفة ما يتحملوا المشاق. اللي يحبوا الروك يكون كذا مجنون وفاهمني سديمة دامسك أيوة كذا في سايكو في الموضوع. اللي يحب الراب تحسه تف ورف الراب القديم الراب القديم لأنه في فرق في فرق بين الراب القديم بالعكس في نيو سكول بس هارد كور شوي. هو مش قصة هارد كور هو قصة زي ما تقول لايف ستايل ككل من ملابس من تفكير من حركات من كلام الميوزك يأثر. عندي سؤال بس السؤال هذا أنا من كثر ما أنا وسامة نديره في سيرشنج على كلاش الاسم هذا قبلنا واجد اللي هو MC ميمي. انت قلت ما ينفعش رابر لاي حد يسالك على اسم كلاش كيف اخترت اسم كلاش تقول ما ينفعش ان الرابر يكون اسمه ميمي. انت شنو قصتك مع ميمي يعني؟ او قبل رابر حتى يعني شوف انا في 2004 للعلم تكررت في اكثر من انترفيو MC ميمي MC ميمي في احد اسمه MC ميمي هو فيه MC مومو مومو ما ادري هو ايش يقصد فيه لكن انا نظرتي أو التجربة اللي مريت فيها يعني في أيام سن المراهقة أنا كنت في 2003 2004 يعني كانوا الشباب موضتهم إنه يسموا نفسهم أسامي كذا نعومي أنا ما يناسبني الشيء ذا اخترت كلاش أيوه يسموا خذ بازوكا أيوه ترسانة أسلحة أيوه أرحمونا لا هذا اللي لازم إنه الشاب يكون عليه لازم يكون أنا ما أقول لك إنه يكون عنيف وجاف لكن الشاب لازم يكون تف أوكي لازم يكون جامد خاصة كرابر يعني رابر أو غير رابر أنت شاب يعني لازم تقدر إنه أنت شاب لازم تقدر شعر وجهك أوكي أنت رجال في أفعال أنت ما ينفع إنك تسويها ما ينفع إنك تقولها أوكي فأنت لازم تكون تف يعني ما ينفع إنه أنت وسط شباب أنا ديك يا ميمو تعال ميمو فاهم؟ اوكي هذا لو الموضوع ناخذوه في رؤوس أقلام ايه كيف كانت بدايتك في الراب وليش اخترت الراب دون المجالات الاخرى يعني دون الفنون الاخرى كانت موجوده حسيت يعني الغرام بالراب كيف جاء دائما في اللقاءات بقول انه انا اول شيء سمعته توباك اول حاجه سمعتها يعني قبل زي اي احد في الـ في الـ في الجيل تبعي مواليد اواخر الثمانينات يحبوا مر عليهم مايكل جاكسون اوكي فاهمني
فكنا نسمع مايكل جاكسون والأشياء هذه. بعد كذا سمعت إمسي هامر. إمسي هامر يعني. Yeah. بعدها سمعت توباك. لما سمعت توباك أنا شفت نفسي يعني الميوزك اللي شدني وهذا الراب. راب ميوزك هو كذا أحس إنه كذا قوي وفي هز راس يعني. هذا أنا هذا أحس إنه نفس نفسيتي كشاب. أحب الراب بجدي لكن ما زال في عروقي دم أبويا وجدي. أيوة قفل لي فمك الحين حتى لو كنت رابر في قلبي غير عالدين. أيوة كلامي حق ويقين لكن البعض على قلبه كأنه سم تعابين. أيوة أغنية أمي واحدة من أكثر الأغاني اللي لقت نجاح. نعم. قبلها للأسف انسجنت فترة 3 شهور بسبب الراب. نعم. السجن شن غير في كلاش؟ هو هي صح فترة قصيرة بس الفترة القصيرة داخل السجن عادة ما تكون اليوم بسنة يعني. سبحان الله سبحان الله هي خلتني أنظر للأمور بنظرة أخرى. خلتني أنضج في سن صغيرة. أوكي. ويعني كانت تجربة يعني سبحان الله بينت لي أشياء كثير. زي مثلا مثلا اي احد بيمر في تجربه السجن اول شيء بيمر فيه الناس اللي وقفت معه والناس اللي تخلت عنه. فاهمني يعني في كثير ناس انت بتعتبرهم اصحابك او بتعتبرهم ناس مقربين لكن مجرد ما تطيح في موقف واقوى موقف السجن انت بيبل لك الكلام هذا. وبعدين التعامل داخل السجن يعني انت لازم يعني زي ما تقول تخارج نفسك. اوكي تشوف كيف الوضع هناك. بالبيف المعروف بينك وبين عبادي هل كان بعد خروجك من السجن؟ نعم. هو من الناس اللي خذلوك يعني؟ أكيد إيه. نعم. كنت مستني منه أكثر منك؟ ما انتظر منه شيء لكن في أمور ما ينفع أنك يعني هو بالعربي. أوكي. يعني وقتها كان بداية الراب. كم سنك معيش كانت فترة؟ 2019-2021 كثير. في 20 بين 20 و19 من الأشياء اللي حصلت يعني لما كنت في التحقيقات كانوا يطلبون إنه أنت تجيب لنا عبادي. أنا كنت أقول أنا ما أعرف عبادي وحصلت مشاكل بهذا السبب يعني. أوكي. بعدها لما أنا دخلت السجن شفته يعني عمل سوى عمل مع الناس اللي اللي أنا سببهم دخلت السجن يعني هذا الشيء ما يزعل؟ صح يزعل. ساعات أجلس لحالي أقعد فيها أفكر أتذكر أشياء كثيرة كنت فيها معاك مقصر أتندم على كل لحظة ضرفتي فيها عشان الدمعة علقتي فيها مالي كنت تقيدي في درب الشمعة يا عمري بغاك تكون أحسن واحد في الكون هذا كلامك لي ولجل عيونك أحاول إني أكون حبيبتي حطي عينك في عيني أنا عند حسن ظنك مع الأيام بتشوفيني الإنسان اللي تمنيتي على كثر غلاط وتحملتي صدقيني يا العزيز إنه يحبك زي ما أنت تحبي أمانة ما أبغى أشوفك زعلانة مني في يوم ما أبغى أشوف قلبك مهموم مني لأنك بالنسبة لي أنت الحب الحقيقي ما أتوقع من غيرك أقدر أكمل طريقي كل همك في الدنيا أنك تشوفيني في القمة إن شاء الله يومي قبل يومك قبل يوم يما حبيتك وسكن في داخل قلبي يا يما. أمي من الأغاني أنا واحد من الناس اللي خلتني نسمع كلاش يعني الفترة قبل أمي كنت نسمع الكلاش بس أغنية أمي يعني مسج جديد. نعم. مش متعودين عليه من كلاش ومن راب الخليج بصفة عامة لأنه هو راب الخليج كان بيفس. إيه. أغنية أمي كانت من أقوى الأغاني واللي شدت فئة كبيرة من المجتمع. هل أغنية أمي مبدئيا نفعت كلاش؟ نفعتني يعني من أي ناحية؟ نفعت كلاش إن الناس ينظروا للراب بشكل آخر. شوف أنا ما يهم من الناس تنظر للراب بشكل آخر ولا بشكل أنا ما يهم من هذا الشيء. الراب راب. أوكي. سواء بأغنية أمي ولا سواء ببيفز ولا بهاردكور ولا بأي كان الراب راب لكن اللي يهمني أنا إنه الناس اللي حولي يعني أنا طلعت أو أنا عرفت بالراب الدسات بالراب التحديات وكلام زي كذا يعني كان في كلام متجاوز يعني بحكم إنه كنا إحنا صغار في السن صح. أيوة كان هو غلط إن إحنا نقوله لأن بس إحنا ما كنا ندري إنه إحنا بننشهر هذه الشهرة أنا انشهرت صدفة يعني ما كنت أتوقع إنه في يوم مثلاً الجيران هيعرفوا إنه هذا هو محمد اللي ساكن جنبنا ولا اللي في المدرسة يعرفوا إنه فاهمني أوكي. أنا ما كنت أعرف هذا الشيء كانوا يلوموني إنه إيش هذا الفن هذا حق هذا حق يعني يقولوا أوطى ناس في أمريكا هم اللي بيعملوا كذا هذا ما فأنا حبيت إنه أنا أسوي عمل غير النظرة هذه يعني النظرة اللي ما كانش في ضغوط من بسبب العمل هذا بسبب ضغوط ما كانش في ضغوط من
من الأهل من شيء بحكم لا كثير شوف من ناحية أعمامه من ناحية كذا وقف لا يعني لأن يعني لأن عمل موضوع أمي. زي هذا موضوع زي هذا يعني أنت انسجنت ما حد كان يعرف أنت مين ما حد كان يعرف أنت انسجنت ليه فجأة هو انسجن عشان سوى أغاني كذا 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 فأكيد بيجي وأكيد يعني إحنا في السعودية مجتمع متماسك مجتمع قبلي يعني عمك يدير باله عليك خالك فهمني يعني بيشوفوا إيش فبيقولوا إنه أنت لازم تسيب اللي أنت قاعد تسوي شوف هذا وداك سجن وهذا غلط ويعني الكلام هذا ما ينفع يقول فأنا حبيت إنه أضعهم لا أنتوا فاهمين غلط ممكن نوصل المسج أيه أنتوا فاهمين غلط فلما عملت أغنية الأم يعني حقيقي يعني أنا ما توقعت هذا الانتشار له والله ما توقعت نزلتها في المنتدى وسافرت الرياض عوافي فصرت أسمعها في الراديو صرت لا إلى كل ما يعدي يوم الأم يلعبوها في الراديو في البحرين قد حضرت مرة حصلتهم شغلينها في السيتي سنتر أنا بتمشي واو أغنيتي شغالة أوكي أوكي لما ينحط في ورطة الرسيو في منحرة تجيك على هيئة سطور تنحشر في الرد كالعادة وتقوم تسب الجمهور تحسبهم مماحين زي ما سميت اللي يسمعوك رضوا بصفك الجلب في نوعية من يدعموك كلاش عندك تجربة تمثيل في مسلسل بيني وبينك نعم كيف كانت التجربة هذه وش نضافت لك كلاش والله هي كانت تجربة رائعة أنا تشرفت بالعمل فيها حتى مردودها المادي كان جيد كويس فحبيت فكره التمثيل وما يعني كان اول مره في حياتي انه انا يعني اشارك في فن غير فن الراب وعملت بعدها يعني بعد العمل المسرحي بعد العمل التلفزيوني بسنه جاني عرض من عمل مسرحي اوكي وحبيت المسرح كان تجربه المسرح تختلف كثير عن تجربه الرياكشن كان على طول جدا اي حلو رهيب وبرضه كان مردودها المادي حلو كويس حلو تفكر تكررها التجربه هذه لو كان في مردود مادي كويس نعم طبعا لانه شوف احنا كرابرز يعني بعد التطور والانفتاح اللي حاصل اول كنا احنا يعني نسوي الاعمال حبا في الراب وكنا صغار سن يعني من فورة حماسة واشياء زي كذا لكن لما كبرنا وتطورت الاوضاع من حولنا وطلع السوشيال ميديا والاشياء دي صار الراب والفن ككل الراب وغير الراب اوكي صار مصدر رزق فانا ما استحي لما اقول انه نعم انا اعمل للمردود المادي وغير المردود المادي صح بالعكس هذا حتى يزيد الكواليتي بتاعك يقوي نعم لما يكون في مردود مادي انت تتحمس انه انت تعطي لكن لما انت تعطي ومن غير ما تلقى مقابل اوكي انا اقدر جدا اي احد يعجبه الفن اللي انا اقدمه لكن الكلام ما ياكل عيش صح كلاش ما فيش مره فكرت انك انت تسيب الراب وتركز في امور ثانيه الا احيانا لاسباب ممكن يعني انت كل ما تكبر تزيد مسؤولياتك اوكي تنضج اكثر انا مش اقول لك انه الراب هو فن حق صغار لا بالعكس في احنا كبرنا على الراب وما زلت انا اتوقع يعني حتى لو كبرت 10 15 سنه قدامنا الفن المفضل لي استماعا الراب احب اسمع الراب لكن احيانا تجيك فتره انه توقف خاصة أن أغلب جيلك لأنه الفترة اللي كنت أفكر فيها لأنه فعلا ما كان فيه مردود إحنا كنا نشتغل بدون مردود يعني تخيل قبل الانفتاح اللي حاصل في السعودية والحفلات والتصاريح هذه اللي صرنا نطلعها بسهولة يعني كنا نطلع في الحفلات كانوا يبخسونا يعني ممكن أنت تشوف الجمهور هذا قدامك كله جاي عشان كلاش لكن ما تأخذ الشيء اللي يرضيك هذا الموضوع يحتاج أن يكون في وفرة بروديوسرز أنا رابر مش بروديوسر يعني أنت مش معارض الفكرة أنا مش معارض الفكرة أنه يكون مثلا لما أسمع مجرد ما أسمع البيت أعرف أنه هذا البيت مصري أعرف أنه هذا البيت مغربي أعرف أنه هذا البيت أو هذا البيت سعودي لأنه هذا الجو زي جو لما أسمع مثلا في أمريكا الإيست أعرفه على طول الويست أعرفه على طول السينث موجود فهمني في الأدوات نعرف هذا إيست هذا ويست أنا ما عندي بالعكس هذا يعني تطوير للسين العربي اكثر انه يكون في لكل بلد لون اوكي فانا مش ضد لكن احنا عندنا في السعوديه نقص بروديوسرز في بروديوسرز كويسين لكن مش ما شاء الله زي لما جيت تونس يعني
أنا لي دحين 4 أيام في تونس شيكت على يعني جلسات الرابرز ومجتمع الرابرز هنا ما شاء الله تبارك الله، وفرت رابرز ووفرت برودوسرز ووفرت بيت ميكرز ستوديوز. أيوة يعني في شيء، في شيء يشجعك إنه أنت يعني تبقى كرياتيف يعني تقدر تبدع، تقدر تسوي أي شيء. أوكي. لكن عندنا في السعودية في نقص في الموضوع، في رابرز كثار لكن ما في بيت ميكرز كثار، ما في برودوسرز كثار. ممكن 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 في انتشار كبير للنيو سكول والتراب في 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 السعودية الفترة هذه، فمخليك مش انتشار كثير بين الرابرز لكن ما في قابلية من الجمهور من خلال المشاهدات. مشاهدات الأولد سكول تشوفين أكثر من النيو سكول في. أشوف الشباب وضعه ضعيف ضعيف سخيف مخيف، أغلبهم قلبه رهيف، لو كانت أكبر همك أنت وإنك تبكي الوليف، كيف بتواجه الدنيا وتأكل أهلك رغيف. هل في رابرز في الـ في الـ في الخليج غنوا نيو سكول إلى حد ما خلوك تسمع؟ ما أنا ما أسمع، ما أسمع الـ الـ أنت شفتني معك في السيارة لما تشغلوا لما تشغلوا لما تشغلوا أي لما تشغلوا الغني. أنا التوانسة ما شاء الله تبارك الله كلهم في كلهم نيو كلهم تراب ونيو، شوفني انا ماسك جوالي ولا قاعد اسوي شيء، ما انسجم. لكن اليوم شغلت لي تراك لواحد مغربي اعتقد لا 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 تونسي بلي دوغ. ايوه شغلت لي تراك اول ما سويت لك اياه ايه تمام. هذا ايش اسمه؟ فهمت يعني انه طلع واحد من بين من بين جماعه كثيره بيلعبوا تراك، طلع واحد خلاني خلى البيت حقه خلاني هز راسي. فانا انا اوريدي ما حقيقي مش انه ضد، انا ما اكره لكن انا ما يستهويني. حاولت قد ما اقدر اني اسمع اسمع التراب ميوزك ما يستهويني، احس انه مش انا، مو انا يعني مش جو. بالنسبه للراب الليبي، هل عمرك سمعت بالراب الليبي؟ يعني امتى 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 كلاش سمع بالراب الليبي؟ ممكن 2014 كانوا يرسلوني، او 2015 زي كذا كانوا يرسلوني الناس انه شوف جانكستا شيت، شوف يصوروا بدبابات، يصوروا برشاشات، ايش السالفه ايش. فكنت اشيك اشوف كثير يعني الرابرز الليبيين يلبسوا احزمه الرصاص يطلعوا بالكلاشات ودبابات موجوده، فكانوا يوروني هذه الفيديوهات. شن تشوف انت ان اكثر شيء ينقص الراب الليبي؟ يعني انتبه بس بكره لا تور، عايشين في الدنيا فله وتكسرهم صعابها، كل المتعه في المصاعب لما تكسر بابها، اكره اسلوب الضعيف في حاجته لو جابها، وين الرجال اللي يقولوا يا بها يا برقابها. اكثر شيء ينقص الراب الليبي يعني هو شوف ممتاز، يعني في كثير رابرز كويسين. انا بالذات الفتره الاخيره قبل ما اجي تونس شيكت على الراب المغاربي كله حتى يكون عندي خلفيه، لانه الراب في الخليج سين مختلف صح عن السين في المغرب في الدول المغاربيه ككل. فالراب الليبي في منه تراب وفي منه الناس اللي باقي على الاولد والبوم باب والاشياء هذه. مجملا الراب كويس لكن وفي رابرز جيدين لكن ينقصوا الانتشار او التسويق، كيف يسوقون عملهم او زي كذا، لانه من بين الراب المغاربي هو الاضعف انتشارا صح. لكن مش الاضعف جوده الاضعف انتشارا. ما انا ما اعرف ايش، يمكن يكون الاعلام في ليبيا مش معطي اهتمام اوكي، او ممكن السوشيال ميديا في ليبيا. تو كم نسمة 6 مليون نسمة قليل، سكان جدة عشان كذا ممكن بالضبط، ممكن عشان كي كلاش في ال 16 بار تعامل مع بيت ميكر ليبي إيه. تيكا وتحياتي له أبهرني يعني لما سمعت اللحن قلت له وقف تعال نلعب على هذا يلا الحين نعمل تيكا من واحد من البيت ميكرز يعني من الليبيين الموجودين. انت ممكن ما سمعتش مجموعة كبيرة من البيت ميكرز الليبيين، انك تلقى بيت ميكر ليبي وقريب الوذنك في هذا شن تحسه؟ هو الليبيين بالذات، انا هنا في تونس يعني شفت الليبيين وشفت التوانسه. الليبيين اقرب من ناحيه المود من ناحيه الميوزك رقم الاولد سكول اكثر. ايوه اولد او بوم بابا والراب الكلاسيكي، انا احب اسميه الراب الكلاسيكي اللي هو الجذور البيسك. انا احب هذا الشيء، فشفت مع الليبيين اكثر. بالمناسبه الليبيين يشبهون السعوديين في كل شيء يا ساتر والله في كل شيء في الكلام في الطباع في العوايد، فاندمجت مع الليبيين كثير فشفت لازم نزورنا في ليبيا معنا باذن الله باذن الله لازم انترفيو ان شاء الله نسجل في ليبيا مضبوط باذن الله ان شاء الله يكون انترفيو ويكون في حفله ان شاء الله في ليبيا ان شاء الله في اقرب وقت. احرق لك الستيج يا ساتر ما عليك مدمن بفاتك انا احب اللحوم انا كلاش كل بيف جديد وكل مرة دستراك جديد. هل توقعوا كلاش يوقف بيفات في يوم من الأيام؟
ويركز على الهدف. أنا أول شيء ما أصنف الراب إنه بيف وهادف. كلمة هادف هذه مستحدثة. أنا أشوف إنه الراب راب. لو أقدر أعمل كلمات عن اللقاء هذا. أوكي. هتصنفه هادف ولا هتصنفه ديس؟ راب. راب. صح. راب. يعني أوكي. أنا هادف لأنه ما أشوف إنه. يعني هل حتبعد على يعني على البيفات وحتركز في مواضيع أخرى؟ هذا هو سؤالي. أوكي. طريقة. أوكي. الدسات أو البيفات أو الكلاش. في تونس أنا اكتشفت إنه اسمي شبه في تونس كلاش راعي مشاكل كلاش معناه دسات البيف حاصل فيه حاصل فيه الدسات جزء لا يتجزأ جزء لا يتجزأ من الراب يعني هو يعني ممكن يعني هي ملح تعطي ملح ويبان فيها ذكاء الرابر ومهارات الرابر لأنه لما أنت تكتب كلمات في تحدي مع شخص آخر هنا يبان ذكائك هنا تبان مهارتك مش زي لما انت تكتب وانت مرتاح في اي موضوع اخر اوكي فانا اشوف انه يعني ما احب ذا انه اكون دائما انزل دسات لكن الوضع يحتم ذلك من الرابرز القدامى لو يرد للساحه تو توقع انه وينجح والله في كثير اعطيني مثلا اسم بس عشان عندي مواضيع واجد واهم تو طيب خليني افتكر لك واحد كان جيد من الرابرز القدامى لو يرد للساحة تو توقع انه وينجح واحد كان جيد وراح وهو يعني مين من هذا دي ام كي خمسة دي ام كي هذا جروب اماراتي انا يعني هم من الناس اللي انا اللي اثروا علي في الراب اللي خلوني اقتنع انه يا وي كان دو راب عربي اوكي كان انت ما بتعرف من الفرصة لانه هذا في السين الخليجي كان الجروب المفضل عندي اسمهم جروب الدي ام كي وفيهم هم السبب كانوا هم اللي تقابلت مع عبادي صح في سجل الزوار سجل الزوار حق موقعهم نعم اوكي المذيع والاعلامي طارق الحربي الفتره اللي فاتت طلع في برنامج طارق شو نعم سأله يحكي عليه عن الراب واجابته كانت مستفزه لعدد كبير من الراب مستفزه ليش ايش قال وقال أنا في ما نعرفش إلا كلاش أو تقريبا حكى عن الراب بطريقة أخرى أو قال الراب نعرف كلاش صار استهجان كبير في السعودية وفي الخليج بسبب خاصة في السعودية شو رأيك في إيش رأيك في الكلام اللي قال طيب أنا سمعت إنه هو يقول إنه وحالات الراب في السب أو في هذا هو ممكن خانوا التعبير ما أعرف يعني كيف يقولها يعني ممكن هو حالاتها في الكلام العفوي في الكلام اني انا وانت ممكن نقوله في العمل في الشارع في الجامعه يعني كاني اتكلم معك مش في السب والكلام هذا اما بالنسبه انه ما يعرف في السعوديه هو اللي كانوا حاضرين معي يقول انه ما يعرفون في السعوديه الا كلاش هو في رابرز كثير لكن بيشتغلوا كثير لكن الموضوع انت عشان يعني انت كرابر عشان تبغى توصل للناس مش بالكم يعني لا تقول شوف أنا قاعد أنزل كثير وأنا إيش اللي ما تعرفني هي مش بالكم هي بالكيف هي بالكيف أنت إيش بتنزل لازم تخلي الناس يعني تجذب الناس إنها تسمعك يعني ممكن يعني في ناس بتتعب على شغلها لكن شغلها يروح هباء منثورة ما عارف كيف يوصل للناس بعدين يلوم الناس إنه ليش ما تعرفوني أوكي. هذا غلط ركز على شغلك والعب صح عشان تصير مبدع لأنه إذا أنت رابر في 60,000 رابر غيرك كلاش السؤال هذا بالنسبة لي أنا مهم أنا أغلب الأسئلة اللي محضرنا أنا وسامة 50% سيرشنج أنا وسامة و50% من البوست اللي أنا درت على الانستغرام بتاعي من الجمهور يعني من الجمهور وكان كمية الأسئلة كبيرة وفي أسئلة ما بيتش نجيبها بحكم أنها هي شخصية ما لاش علاقة بالراب أو بالهيب هوب سين اللي نحن نحكو فيه اليوم وفي أسئلة متكررة وفي أسئلة كما تقول انقالت في انترفيوز من قبل وانحرقت فاخترنا واحد من الأسئلة كلاش ظهروا معاه عدد كبير من الرابرز واللي هم حاليا يعتبروا أسماء في الراب السعودي نعم بعدين صار خلافات بينكم وصار حتى بيفات شو معنى هذا هل معنى أن كلاش في الأول لما يصبورت حد
ويشوف ان الحد هذا بدا يكبر فتبدا الغير عند كلاش ويبدا يخش في بيف ويصير مشاكل وتصير حرب او في شيء اخر. يعني انا نبي نحب نفهم الشيء هذا. هل غيرة كلاش تطلع لما شخص من الحاشية بتاعه أو الناس اللي كانت معاه من الأول يكبروا ويجدوا أسماء تبدأ غيرة كلاش ويبدأ يدخل في بيف ومشاكل معاهم والله في مشاكل بصدق جديات؟ يعني هي لو جينا يعني نحسبها بالعقل، يعني أنا نحكي على سلومو، نحكي على الإيزي، نحكي على القيادات، نحكي على كل تمام. هي بالعقل يعني أنا لو إنه أغار إنه أحد يغطي علي أو هذا الشيء أنا ما أفكر زي كذا، لأنه كلاش اسمه موجود. لو إنه مثلا لو أنا قطعت سنة سنتين ورجعت نزلت تراك حيجي مليون بس غيرة المنافسة موجودة. أيه. يا كلاش اسمعني خليني أكمل لك. لو أنا بغار إنه أحد يطلع ليش أطلع من البداية؟ ممكن. أنت في البداية كويفية مثلا ما حد يعرفك صح تمام، أقوم أنا أطلعك معايا وأخلي الناس تعرفك صح. ليش من البداية أنا أخلي لي خصم؟ إذا أنا أغار ليش أنا أعمل كذا؟ اللي غار ويحسد الناس ما يبغى أحد غيره. إجابة منطقية بس أيه. ممكن أنت ما حسيتش أن هذا كان له ثقل أو ما كانش أنه هو ممكن يأثر عليك فجأة حسيت أنه بدأ يتطور وحسيت أن الموضوع حيبدأ فيه منافسة. كانت تأثر علي الآن لسه ما زلت الأقوى جماهيريا، لسه ما زلت كانت أثر علي. لكن الموضوع مو كذا، الموضوع مش حسادة، لكن الموضوع هي في النفوس كذا. نفوس الرابرز دائما يعني أنت لما تكون نكرة وما حد يعرفك فجأة تطلع أنت تشوف نفسك أنه أنت واو أنت مرة قوي. فأنت إيش ممكن تعمل؟ يعني ممكن حتى لو عشان تبغى تلفت الأنظار ولا تبغى تعمل لنفسك شو ولا تبغى تعمل لنفسك أي حاجة فأنت تغلط على اللي طلعك. أوكي. فهذا هذا الموضوع يعني العيب هذا مو فيه أنا فيهم هم. أوكي. أنا سويت يعني عملت بأصلي بحيث إنه هم إحنا رابرز مدينة واحدة وكنت أدعم الجميع. الكل شاف الاستيجات اللي عملناها والفيتات اللي عملناها أيام ما كان ما حد يعرفه. كلاش هل تأذيت منهم؟ كلاش هل تأذيت منهم؟ أذى؟ لا هذا حتى نفسي يعني في الأول أنك أنت ناس أمنت لها وأنت حطيت يدك هي, 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 هي زي ما تقول في البداية أنه ما توقعت أنه يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان. لكن لما أنا أشوف أنه في لخبطة قاعد تصير حولي أوكي. لا أنا أقلب مفترس ما حد حيسلم. أنا أعطي حق الرد للناس هذه كلها ما حد حيسلم وعندي أسئلة أخرى. ما شاء الله أنت تاريخ حياة في الكلاش. خليني نبدأ بشيبوبا. شيبوبا في بيف بينكم يعتبر بيف مفتوح إلى حد الآن. سؤال صريح، هل مشكلتك مع شيبوبا شخصية ولا راب جيم؟ أنا في البداية ما كنت أعرفه أصلا ولا عرفته إلا عن طريق أنه يعني عرفته تماما في 2015 كانوا يقولوا لي هذا ينزل فيك دستات من 2012. يعني شيبوبا هو اللي بدأ البيف؟ انا ما كنت اعرفه اصلا ولا قد تواصلنا ولا يعني لا صوت ولا شفنا بعض ولا مره تقابلنا ولا نهائيا ما اعرف. فانا عرفته لما بدت تصير المشاكل فاقول هذا مين هذا اللي يغلط عليه؟ يقولوا لي هذا يغلط عليك من 2012. قلت اوكي فصرت اسمع الكلام هذا. فلما بديت الامور يعني تحتدم وتكبر في السين السعودي انا اضطريت ان انا لازم ارد عليهم فرد واحد واحد، ما في أحد هيجلي لأنه الموضوع كبر وصار الموضوع يعني زي ما تقول جماعة على واحد. أوكي. على أساس أنه هذا الآدمي لازم يطيح. مو كذا ما تندار الأمور كذا. بس كلاش طبعا في أغلب الناس الفترة الأخيرة ركزت علي موضوع المشكلة اللي صارت في حلبة الـ MMA. طبعا سلومو مختفي من فترة فجأة رجع في حلبة الـ MMA وطلب مواجهتك وأنا كنت أكثر حد مخضوف في الموضوع هذا حكم قبل ما أجي بيومين قبل ما تجي لتونس بيومين. نعم. فأنا نعتبر سبق صحفي أول انترفيو هتطلع فيه تحكي فيها الموضوع هذا. طلع سلومو على الرينج وطلب مواجهتك وقال لك سيب المايك على جنب. وطبعا احنا ما سمعنا رد من سلومو من بعد الميت بار. شفناه طلع يطلب مواجهتك شخصيا. بعدها وانت جاي وانت في المطار نزل فيديو اخر اللي هو انت كنت
تحاول تستدرجه برا المكان وتبي تفاهم معاه، لكن هو على حسب ما شفت في الفيديو يعني وسلومه ما زال عنده حق الرد حتى هو. نبيك تحكي لي على القصة هذه كيف صارت وشن صار يوم حلبة الـ MMA بالضبط، لأن أغلب الناس متشوق على الموضوع. بداية أنا تكلمت الموضوع هذا في السناب ووضحت وضحت الأمور. هو الأخ هذا يحب يعمل شو، يحب يسوي أفلام يعني حتى مش أي أفلام، أفلام رديئة يعني لتا أفلام حلوة يعني. ف ويوم الـ MMA كيف كان بالضبط؟ قد عمل قبل كذا أنه تعال وقابلني زي كذا، ودائما لما نقابله برا كذا في صدفة يهرب دائما. فهذه الأمور عشان بس أنه يلفت نظر الجمهور، يبغى يعمل شوشرة في السوشيال ميديا فقط لا غير. يعني هو يعرف أنه ما يقدر يسوي شيء، هو يعرف والجمهور يعرف أنه هو ما يقدر يسوي شيء. ف وهل مظبوط نعرض عليك أنك أنت تطلع؟ أيوه نعرض علي، نعرض علي أنه أنا أطلع، لكن أنا رفضت لأن اديتهم أنه أنا ما أحب أمثل. أوكي. ليش التمثيل؟ ليش شغل الشو؟ هو طلبوا منك أن تدير شو تمثيلية بس أنت إيه أنه أطلع يعني أنه هو لأنه البطولة اللي كانت مقامة في جدة كانت برعاية أمير أو شيخ بحريني. فأرسل لي واحد من الناس اللي معاه تكلم معايا بخصوص أنه لو في إمكانية أنه أنا أطلع على الرينج ونعمل شو من الكلام هذا أنه نهيج الجمهور. البطولة MMA ما تحتاج تهيج زيادة يعني، والحضور الحضور مش حق راب يعني. إحنا لو يعني لما طلع بالشكل هذا فشل نفسه أكثر، لأنه كان في صرخات استهجان من الكلام اللي هو أيوه من الكلام اللي هو قاعد يقول يعني. عيب، أنا احترمت نفسي وقاعد في مكاني وقاعد أطالع فيه بكل برود يعني. ليش الشو هذا؟ مع السؤال بس ليش الشو هذا طلبوا من كلاش وسلومو مع أن كانت القيادات موجودة في نفس اليوم يعني؟ ما عندي خبر والله. ما أدري. هل توقع أن لو القيادات نعرض عليهم نفس العرض كانوا حيقبلوا أو هيرفضوا؟ ما أدري. دبلوماسي جدا أنت. ما أدري. أوكي. باهي شو اللي صار بالضبط؟ هو طلع على ستيج. هو بعد ما طلع وطلب إنه تعال قابلني وزي كذا يعني. لما جلسوا مكانه. رحت أنا صار هو يجيني هو يتبسم يقول لي لا تزعل الموضوع مزوح وهذا شو وأنا ما أبغى مشاكل. وأنا صرت أطالع كذا أنا محتار، أنت كيف تفكر؟ أنت إيش وضعك؟ أنت قبل شوية قدام الناس كانت تقول كلام، ولما شفتني متوجه لك صرت أنت اللي تجيني وتضحك لي وهذا. ف يعني أعتبر أنه أنت لما دخلت هذا حدث عابر يعني. أنت لما دخلت الحلبة، لما جيت للحلبة ما تلاقيتش معاه دغري إلا هو طلع ستيج ولا لا؟ تقابل معايا قبل، بالعكس تلاقينا قبل. أنا كنت رايح أصلي العشاء. أوكي. كان في يعني المباريات توقفت وأنا طالع بصلي، جاء هو ناحيتي كذا وقال لي سلامات، شايفك بعكاز ولك وحشة ومن الكلام هذا. طبعا استغربت يعني، هذا كان أول لقاء بعد دس المية بار. يعني هذا أول تواجه بينكم بعد؟ أيوه أول لقاء يعني، ما قلت لقينا يمكن من 3 سنين. قبل الميت بار طبعا كان موضوع الكورنيش وكان أيوه كان إذا شاعرف إني في مكان يهرب. من جد أتكلم، مش إنه قوة مني ولا شيء، بس هو ضعيف شوية. ما أدري هو كيف يفكر، ليش تعمل كذا قدام الناس؟ إذا أنت من جد تبغى يعني عندك مشكلة مع شخص تبغى تحلها، عندك رقمه اتصل بيه، ضبط، طلع الناس برا الموضوع وتعال ضبط. انت شوف ايش يصير بعدين. لكن موضوع الشو قدام الناس هذه حركة عشان يجذب مشاهدين او يزيد فولوورز، وهذه حركة رخيصة يعني. ما يسوي هي راب جيم، ومفروض الجيم هذا مفروض انه في جمهور. لا هذا راب جيم اذا كان راب، لكن اذا تبغى شيء ثاني عندك رقمي. اوكي. طبعا هنسألك أسئلة تعتبر لحد ما سريعة ومفروض إجابتها تكون سريعة. تمام. بالنسبة لك في مقابلة سابقة قلت مسلم أفضل رابر عربي. نعم. هل ما زلت مستمر على هذا الرأي؟ لا. شن سبب تغيير رأيك؟ لأنه هو مسلم تغير. لما مسلم تغير تغيرت رأيك. أي لأنه شوف مسلم من الرابرز اللي أثروا فيه يعني، أثروا في طريقة رابي أو في طريقة كيف أنا أسوي راب. شن أكثر شيء كان يشد فيك المسلم؟ كلماته. أنا أتعلمت المصطلحات المغربية عشان أفهم رابو. هو والزنقة فلو ككل يعني، مش بس مسلم وجروب الزنقة فلو. هل بيفات بتاع مع دون بيك كانت مؤثرة فيك؟ لا أنا ما أعتقد أنه هو في بيفات بينهم أصلا. كان في بيف كبير بينهم، بيف لكن ما نزل شيء رسمي.
لا كان بيف كبير وصل الشارع. لا هو كان في، انا اللي اعرف انه كان في كذا حزازيات بينهم، لكن بيف من مسلم لبيج ومن بيج لمسلم بيف. ما اعرف، بعدين سمعني الاغاني. حاضر، شن السبب اللي خلاك تغير رايك بالضبط في مسلم؟ اعطيني سبب. التوجه تغير. اول يعني احنا جمهور، يعني كنا لما كنا صغار كنا بنسمع الراب العربي، مسلم من اول الناس اللي سمعناهم حتى قبل ما الناس تعرفني. فأنا كنت معجب فيه من صغري في رابه، يعني هو كان بيسوي راب نظيف، راب يعني الراب حقيقي مميز عن كل الرابرز، بيكتب كويس، بيمشي فلو كويس، بيختار بيتات حلوة، يعني من جد راب حقيقي. فمع السنين هو ركب موجة التراب والأشياء هذه. أوكي. فهو ممكن أنه بيسوي فلوس من الأشياء هذه أو فلوس زيادة، لكن هو بنفس الوقت يقدر يعمل فلوس بالطريقة الأصلية اللي هو كان بيها. هو ما زال يعني هو لو ريسبكت ايش ما سوى مسلم، لو ريسبكتو يعني. هل ممكن نشوفه كلاش في نيو سكول او في تراب؟ بصراحه هو ما تسرعش اللي جاب بالي عشان ارجوك يعني. ما ادري، الله اعلم، عشان اذا تبغاني اتسرع، اذا تسرعت اقول لك لا. لكن ممكن ما ادري. ممكن يعني قادم الايام يصير شيء ثاني، لانه انا شوف انظر لها انه الحين الميوزك تطور. يعني كنا اول بنسمع البومباب والاولد سكول والاشياء هذه، تطور الميوزك لين وصل الجولدن ايرا، بعدين تطور لين صار النيو سكول في الالفيه، الى صار وصلنا ل تراب ميوزك. اوكي، ايش بعد التطور هذا؟ ما بيتطور. انا عندي احساس كبير جدا واعتقاد انه الراب بيرجع من الصفر، بيرجع للبومباب، بيرجع للبومباب وبيرجع للجي فانك وبيرجع للاشياء هذه. فانا لو انه يعني احنا نقول في السعوديه صملت، لو صملت وما لعبت تراب الى ما جاء الوقت اللي ترجع فيه الدائره للبوم باب، انا كذا مره فايز. بين اسالك سؤال، هل انت من الناس اللي كانت تسمع للداري ساوث والكرانك؟ لا، فتره ليل جون ولا عشان هيك انت ما تحبش تراب، لان لا. هي بدايه التراب. لا مره كنت ما احبه. كنت اقول هذول، كنا ايام كان عمري 15 او 16 الى 17. كنا يعني اشوف انه هذول ايش الراب هذا، يعني كنا مش متعودين عليه. 36 مافيا ما يجي، ما 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 يجي معي. اصلي جنوبي وفي جدة طرفي، قلب المدينة وجه المكة وانا صلي فرضي، كلامي راب كلام حقيقي يقولوا قلد الغرب، ولا اكون مغني كلامه تافه يبغى له ضرب. لو قامت حرب اللي زيي اول خط دفاع، اهل الكر والغيرة وهم اهل الفر والخداع. بس في نفس الوقت في ناس يقلدوه ويعتبروهم قدوة. تكون ترند او تكون مشهور للابد، الاثنين ما بيفرقوا، لكن الترند افضل لانه في دخل مادي. مشهور للابد، جانب مادي واجد. ما لازم انا رابر هو مش ماسكها واجد، لكن انا واضح جدا. هو التراب ونيو سكول تو من جانب مادي اقوى بالنسبه انا عارف، لكن انا ما ابغى اوصل للماده بالطريقه دي. اقدر، انا عارف انه لو عملت تراب مان تحداك تدير تراب. خسرت خلاص، تحصلت التحدي. بنجرب نشغل لك بيت ونجرب. ما بعرف حقيقة. ما أتوقع إنه أنا يعني بتشغل لي التراب اللي فيه الهيت السريع هذا كذا، أنا أحب ألقي، أحب أرمي فلو، فهمني، مع هز راسك. الناس يقولوا زمن كلاش انتهى، شن ترد عليه الناس اللي بيقول الشيء هذا؟ مين اللي يقول بالضبط؟ في ناس تقول زمن كلاش انتهى. ما اعتقد، بحكم انه هو متمسك بالأولد سكول وبالبومباب. ما اعتقد، انا اشوف انه اذا انه الوضع اللي انا فيه انتهى، ما كان هو الاعلى مشاهدات. مش بالنسبه لي انا. يعني عندنا في السين السعودي انا وغيري اللي نلعب البومباب والراب الكلاسيكي، المشاهدات اكثر من الراب الجديد. اوكي، شنو ينقص الراب السعودي كلاش؟ والله ينقصه كثير. شنو ينقص الراب السعودي كلاش؟
والله ينقصه كثير. مثلا اوكي برودوسرز بيت ميكرز صانعين الحان صناع الحان يعني الجو اللي ما شاء الله تبارك الله يعني استطرد انا شويه في تونس مثلا لما جيت تونس انا شفت الاجواء الرابرز كيف مع بعض البروديوسر موجود اثنين رابرز موجودين وما ادري فاهم انه الجو الوحده هذا الجو الوحده يصنع او يخلي فيه في ابداع يعني. ايوه يخلي في ابداع يحصل. انا حاولت اني اعمل الوضع هذا سنه 2015 وجمعت كذا رابر ورحنا في الاستوديو وما في ما في احد من الصغار اللي كانوا في جده اللي انا عملت معه عشان احنا نبقى يعني زي ما تقول سين واحد. ما يحبوا الشيء ذا، كل واحد يشوف نفسه الافضل، كل واحد يعني لسه في تفكير صغار في الراس. كل واحد لا ما يبغى الخير للثاني. كل واحد يقول انا بس انا ما ادري شو. فانا اشوف انه هذا يعني الخطوه الاولى بدايه في السعوديه ما 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 تمشي، لسه في عقليات ما تمشي، مع انه هذا الشيء اللي ينقص السعوديه صناع الالحان وجو المتحدين يكونوا في على الاقل ما اقول كل الرابرز لكن يكون في مجموعه متحدين، في مجموعات متحدين الان لكن ما نشوف منهم شغل، بس متحدين عشان هم عدوهم واحد. فهمت؟ بس عشان هم عدوهم واحد يتحدوا لكن ما نشوف شغل. طيب الاتحاد ذا ايش سوى؟ ما في مثلا بالعكس، لا في السعوديه في مثلا اتحاد في الراهقين اللي هو بلاك بي والجروب اللي معه اللي عنده اصدروا البومين. ما شاء الله انا اسمع انه في البومات تنزل لكن والله انا ما يعني مجرد ما اعرف انه هو الجو الجديد يعني احاول اني ما ليش ما تجربش تسمع انك تسمع. سمعت بعض الاغاني ما تجي معايا، انا ما تستهويني انا مش كلامي هذا مش غلط يعني مش غلط في شخص او غلط في فن او غلط، لكن انت يا اخي مثلا اذا عندك اكله انت ما تحب تاكلها مستحيل مستحيل تاكلها ما تعجبك. نظرتي للدنيا تعتمد على فلسفة خير وشر جنة ونار عدل وظلم برد ودفى حق وباطل باقي وزائل وصل وجفى انت اختار موقعك بين هذه الأفضاد وكفى حسب ما أؤمن فيه الإنسان حر في قراره يختار ايش يحب يكون في الدنيا شعاره الحق واضح والباطل أوضح عند اختياره بينهم صراع ليوم الدين ما يوقف شراره مفتوحة لك بيبان كله بيبان مكشوف. وين كلاش من الألبومز يعني انت في آخر في واحد من الانترفيوز صراحه انك انت تخدم على البوم. ايوه هذا كان في 2008 يعني كانت ذيك الفتره كان صعب انه انت تنتج البوم وكان في صعوبات. انا كنت مجهز يعني اشتريت مجموعه بيتات وكنت ادور اني اجيب تصاريح من وزاره الاعلام. اوكي فكانت صعبه ذيك الايام شويه، الحين صار الوضع اختلف يعني لو السوشيال ميديا ما عادش قدرت تحكي. ايوه السوشيال ميديا يعني انت تقدر تدخل ضعف اذا انت نزلت البوم في السوق تدخله من اليوتيوب او من سبوتيفاي او اضعاف من ان انت تدخله في السوق ومباشره. كلاش مش مهتم بالسوشيال ميديا بشكل كبير؟ لا. كتسويق؟ لا. شن السبب فضل؟ اعمالي تسوق نفسها بنفسها، ما احتاج ان انا اسوي افلام عشان اسوق نفسي. لا 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 نقصد سبوتيفاي انغامي. انه ما عندي حسابات هذا ما عندي الخبره الكافيه في السوشيال ميديا، لكن لما جيت هنا في تونس كثير بينصحوني بسبوتيفاي. بشوف يعني الفتره الجايه ممكن نشوفه كلاش على البلاتفورم ان شاء الله. اوكي هل تقدر توعد جمهورك انه يكون في البوم الفتره الجايه؟ ما اوعدهم انه في البوم قد ما اوعدهم انه ان شاء الله انه في استمراريه يعني في اعمال بتنزل إن شاء الله. كلاش حنسألك في الفقرة هذه فقرة بدون مجاملة. أوكي. حنسألك عن مجموعة رابرز في السين العربي. أوكي. ونبي رأيك فيهم بصراحة. طيب. قد التحدي. أنا والله ما أعرف مين الخمسة اللي تبغى تسألني عنه. هو مش خمسة هو عدد يعني. أو عدد أوكي. يعني وكل واحد وتقول لي شو رأيك فيه بصراحة في أقل سطور يعني. أوكي. قد التحدي. ان شاء الله. هاي اوكي اول اسم معنا بيك سام. مين بيك سام؟ بيك سام من فلسطين. سمعت له كذا تراك شغال على نفسه يعني وماشي شغله. فورتكس عادي. ما يلفتش فيك فورتكس. رابر عادي. اريك فلواته مميزه ولا عشان هو معك في الجروب؟ لا انا اديك الميزه اللي فيه. لليزي مره ما يعجبني. ليجند كيلر هذا منافسي منافسي في الليركس صقر. ايه فريك. مين فريك من الامارات جيد في خانته.
في الخانة اللي هو يلعبها جيد بدون مجاملة شيبوبة. في الكلمات يكتب واختياره في الألحان يكون أحيانا يصيب أحيانا يخيب وبرضه في الكلمات أحيانا يجيبها قوية أحيانا يطيح سلومو. ما أدري هذا أنت تصنفوه رابر. أوكي بلاك بي والله ما سمعت له كثير. دافي وفليبراشي في الكوميرشال ناجحين. قيادات ضعاف عبد الله ترل في برضه في التراب اللي هو يسويه له جمهوره مشي شغله يعني. أوكي بلتي بلتي سمعت له بعض التراكات يعني عرفت انه تقريبا هو من الأقوى في تونس يعني له تراكات حلوة لكن انا جو الكوميرشال ما انا نفسي ما يستهوي يعني ما احبه. أرماستا سمعت له برضه لما جيت في تونس له تراكات حلوة شغال على نفسه. دكتور سليم ما اسمع له. شايفين انت سمعتني اياهم لسه ما سمعتهم مضبوط. اوكي فولكينو ليبيا ليبيا سمعت له أغنية مرة واحدة أغنية سمعت له في كان هو في دبابة وزي كذا كانت الأغنية حلوة. كلايبي بيجي هذا مجنون مجنون. بلي دوغ سمعت له برضو أنت سمعتني تراكات له في واحد من التراكات بس أنا ما أعرف إيش اسمه بالضبط يعني حلو جوه آخر تراك له آخر تراك كان حلو. حمورابي فلو 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 حلو يكتب تعجبك بيتات حمورابي في بيتات يعني حلوة في بعضها رسلها لنا بس فيها ألحان جيدة. أوكي مسلم كان الأفضل بالنسبة لي ولا زال يعني لا زال أني أحترمه مرة أنا أقدم له ريسبكت يعني ممكن هو خطأ لخطوة الكوميرشال زيادة عن اللزوم أنه مصدر رزق لكن احترامات لمسلم. كردي حبيبي كرديتو يعجبني يعجبني كردي رابو يعجبني مجنون هو كمان شوي. دي جي فاتا المصري بيت ميكر جيد تمام حلو الحانه لكن قاعد انا احاول ان اقنعه اقول له العب لي يا اخي العب لي العب لي بوم باب العب لي شيء اولد ما يسمع الكلام. لما كنت في مصر قعدت اقول له يعني قلت له انا بكره بجيك والعب لي البيتين بوم باب جيت اليوم الثاني سوى عامل لي تراب ما تقرب بقى ما تقرب قلت له ما حجرب عامل لي بوم باب ما حجرب. حبيبي سام والله انا من اقرب الناس لي في مصر بصراحه هو من الناس اللي صراحة ديما ريسبكت وديما سبورت في الجيل الجديد حتى آخر اسمين خليني نقول لك اسم بعد أنا أعطيك آخر اسم لأنه أصعب اسم قصي ككوميرشل يمشي سوقه لكن في الأندر ما أعتقد أنه حيقدر يجاري الناس اللي موجودين في الأندر لكن هو خانته مكانه في الكوميرشل خليك في التلفزيون. أوكي قبل ما نعطيك الاسم الأصعب اللي هو في الأخير نعطيك اسم توبة نعطيك الاسم الأصعب. طيب بس الاسم الأصعب نبي رأيك فيه بصراحة. أوكي قبل الاسم قبل الأخير عبادي رابو كويس شخصيته ما مرة لا ما تعجبني أبدا. آخر اسم وأصعب اسم معايا شو رأيك بدون مجاملة في رائد المريش أحسن واحد يصور في السين السعودي أحسن مصور في السين يعني عندنا إحنا رقم واحد والكل يشهد له. شو عيب رائد بصراحة عيبه في الشغل لا ما شاء الله يدي شغله حقه الولد وركهوليك ما شاء الله يدي شغله حقه. شن ينقص رائد عشان يخلص ستيب أكبر ينقصه عشان ستيب أكبر ممكن يكون على فكرة رائد صاحبي عشان كده بزبطه في رائد حبيبي رائد أنا وياه في جدة سوا يعني فاللي ينقصه ممكن الإمكانيات أو العدة يعني هو بيسوي شغل بعدة نقول متوسطة لكن لو إنه جت إنه معاه الإمكانيات والعدة اللي بحجم شغله رائد مبدع حيكون وقتها زيادة. رسالة للجمهور كلاش في الوطن العربي والله الجميع يعني الجمهور هذول هم الداعم الأول لي إحنا يعني أنا رابر مش تبع مش كوميرشل مش ما عندي سبونسرز هم السبونسرز يعني الداعمين لي هم الداعمين لي هم يعني السبب إنه أنا أكون في مكان يعني متقدمة
اوكي. فانا احبهم وانا احترمهم وانا اقدرهم بدون اي مجامله، وهم يشوفوا هذا الشيء فيا لما انا اتلاقى معهم. عشان جديد كلاش غير ال 16 او 32 بار؟ زي ما تيجي تيجي، انا على حسب وقتي يعني. زي ما تيجي تيجي، ممكن انا اقدر في الشهر اسوي تراكين، ممكن اقدر اسوي في كل 6 شهور تراك، ممكن في السنه، فهي زي ما تيجي تيجي على حسب الجو. سؤال اخير قبل ما نقفل الحلقه، هل حنشوفه كلاش في احتفالات اللي تصير في السعودية الفترة الأخيرة؟ طبعا أنا آخر مرة عملت حفل في جدة قبل 11 شهر بالضبط، لكن هذه الفترة لازم أوقف لأنه أنا أبغى أسوي تراكات أكثر عشان ألعب استيجات، ألعب استيجات بأغاني جديدة إن شاء الله. هل هنشوفوك في فعاليات الرياض؟ الرياضة وغير الرياض. الرياضة وغير الرياض، لكن أنا ما أحب يعني مش في الفترة هذه. لازم هيئ نفسي مضبوط، لازم انا اقدم شيء يعني حق ستيج. خلاص لا تلعب قديم، اوكي العب جديد. كلاش عراب الراب، شكرا. السعودي السعودي. نعم عراب الراب السعودي، لانه في العرب في ناس قبلي واقدم مني وتعلمت منهم. كلاش عراب الراب السعودي. نعم. شكرا لقبول استضافه في ادرينالين. حياك الله، نتمنى نشوفوا اعمالك ديما معنا، وان شاء الله تكون اول ومش اخر مره معنا في ادرينالين ان شاء الله. تحيه لك مني ومن الجمهور الليبي ومن الجمهور العربي كله ان شاء الله. شكرا على قبول الاستضافه. حياك الله. يو كويسيا، مرة لا تقول لي 16 بلعب 32. أكرم الضيف تيكا على البيت، بنغازي تونس جدة. يو أخش عذب البيت بدون يسابر انذار، ما ألعب 16 ألعب 32 بار. قول عني حقار ماني حقار، أنا جبار أدق كلامي في الرؤوس يتثبت كأنه مسمار. خريج المدرسة القديمة كلمات سليمة، فلو لو قيمة وفي الدسات بنشات تسبب عاها مستديمة. يو من الصغر معرف إلا كون شرس، أحب اللحوم تصنيفي رابر مفترس. ضدي تجدف دمعك تكفكف، وجهك مطرف يدي تكفكف. كيف أتصرف للروسة قفف، أرفع روسهم بأوفر يجي الغرباوي يهدف. إيش الوضع وضعهم مثري حزين، منشقين فيما بينهم لكن منافقين. عدو عدوي صاحبي يعني متحدين، قلت يهجموا جماعة سويتهم طحين. سويتهم طحين خريج المدرسة القديمة. يو تيكا أقلب البيت عشان نقلب الفلو، الراب ينزق بأحرفي للمجال نطق النجاة. ثقافة الحرب بها اصطفي على مثيرين الاشتباه، عشان كذا اللي يعتدي فاشل بيلفت انتباه. في حضوري تنغلق أفواه ينجر خصمي على قفاه في أي اتجاه، إذا خطت خطة قدمي ينجرف الأخضر واليابس. واللي شككوا في قلمي تضح شكهم ناقص، أوجه السحب بقدمي اجتمع اليائس والبائس على جثثهم أرفع علمي هدي مملكة الداعس. مصلح استماعي مستفز لعدائي باندفاعي، دست الكل بحدائي جرعتهم دائم انتباعي. قوي هجائي منفرد بدائي للأولد انتمائي، ربي طبيعي ما هو صناعي والحق أجيبه بطاعي. أيوة أدرينالين يا حبيبي، كلاش على المايك هنا قوة ما حد يقدر يتحمل لهيبي. تزيد المدة طارب اللي ولد جدة، خلي جمهور الويست كوست يتوحش بشدة. We'll be right back.